اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم الجهاز الهضمي وجراحاته. في مرض الحقيقه هو مشهور لكن انتم ما تعرفوش عنه يعني تفاصيل كتير. مرض اسمه مرض كورونز، وهو مرض ملوش ترجمه بالعربي، يعني ملوش اسم بديل بالعربي، لانه اللي اكتشفوا كتبوا باسمه، ومن ساعتها كل المراجع تكتبوا كده مرض كورونز. هو مرض مناعي ربما، يعني ربما ليه؟ لأنه في نظريات تحيط بهذا المرض. المرض ده بيحصل فيه التهاب في أجزاء من الجهاز الهضمي بطريقة مخيفة جدا، مزعجة للغاية. والمرض دوت أنا عايز أنبهكم لأنه لما يترك ويهمل ولا يعالج ولا يكتشف، لأنه في حالات المرض ده بيجي لها. طبعا الإنسان بيعاني من إيه لما يجي له كورونز؟ بيعاني من أعراض كتيرة، يعني من ساعات إمساك، ساعات إسهال، ساعات دم موجود في البراز، آلام موجودة في الجهاز الهضمي، انتفاخات، أعراض كتيرة. ساعات يبقى له أعراض خارج الجهاز الهضمي، على الجلد تلاقي في المفاصل في التهاب، على الجلد في تقرحات، في التهابات، في إيتشنج، حكة في الجلد، فيروح لدكاترة الجلدية، يروح لدكاترة الروماتيزم، الحقوني يا جماعة أنا ركبي بتوجعني ومفاصلي بتوجعني، ويطلع القصة جزء من متلازمة. هي هو سندروم بقى، متلازمة متكاملة. المشكلة ان في حالات من مرض كورونز بتترك بلا تشخيص، بلا معرفة، بلا علاج، ويحصل ان الالتهاب يمتد ليصل الى القناة الشرجية ويعمل ضيق في القناة الشرجية. الكلام ده مخيف جدا ومزعج للغاية. تعالوا النهاردة نناقش قضية مهمة، ده واحد من فصولها، دي القناة الشرجية، ده العنوان، ده فصل من الفصول، ده سبب من الأسباب، شكل ومسار من المسارات، لكن في أشكال تانية ومسارات تانية. لكن إن الإنسان يصل بحالة مرضية إلى الموضوع ده، إلى موضوع دي القناة الشرجية، وبالتالي أكيد هيبقى عنده إمساك مفزع، ويبقى عنده تسمم في الجسم، هيبقى عنده مشاكل كتير. أنا فاهمها النهاردة بالتفصيل مع ضيفي العزيز القيمة العلمية والجراحية الكبيرة والاسم العالمي القدير المسعد بقبول دعوتنا وبوجوده معانا، الأستاذ الدكتور إسماعيل شفيق، رئيس قسم جراحات القولون والشرج كلية الطب بجامعة القاهرة، والأستاذ دي جراحات القولون والشرج بطب القصر العيني، والرائد القدير على مستوى مصر والشرق الأوسط في علاج أمراض القولون والشرج والحوض، وصاحب أكثر من 240 بحث علمي في كبريات الدوريات العلمية. ضيفي العزيز، أهلا بك دكتور إسماعيل. اخترت أن تتحدث عن ضيق القناة الشرجية لأول مرة، نتكلم عن موضوع بالصعوبة دي. الأول عايزين نشرح للناس ما هو المقصود بضيق القناة الشرجية، إيه المقصود بيه، وإيه الأسباب اللي تخلي فيه ضيق يحصل في القناة الشرجية. هو ضيق القناة الشرجية هو القناة الشرجية برضو لازم نرجع نأكد على الناس، هي أنبوبة طولها 4-5 سنتي في أقصر تقدير. الأنبوبة دي محاطة بكم كبير جدا من العضلات، هي اللي بتتحكم تحكم تام في قصة الإخراج. لو الأنبوبة دي حصل فيها أي مشكلة، الإخراج بقى فيه مشكلة. طيب إحنا لو جه الأنبوبة دي ابتدى يتكون فيها تليفات، التليفات دي عبارة عن نسيج من خلايا ليفية بتيجي تخش جوه الأنسجة وإيه تبتدي تنام فيها. الخليج الليفي ده عامل زي الأنسجة بتاعت الألياف اللي هي موجودة بتاعت البلاستيك، أكنك بتصب بلاستيك في المكان، فيبتدي ينشف ويبتدي البلاستيك في الأول يبقى طري، وبعد كده ينشف لغاية ما يديك أنبوبة بلاستيكية غير قابلة على التمدد، من أنبوبة كاوتشية ربرية، لأن القناة الشرجية قادرة على التمدد، لأن القناة الشرجية من الأماكن القليلة جدا في الجسم، والأماكن اللي شبه الوحيدة اللي فيها عضلات دائرية بهذا الحجم، وعندها قدرة على التمدد بهذا الشكل، وقدرة على إن هي تقوم بالفانكشن والوظيفة بدون ما يكون في حركة دودية اللي هي بريستالسيز، وبتقدر إن هي تنفرج وتفتح كده هوت وتقفل تاني في نفس الوقت بأحاسيس معينة أو بمستقبلات معينة. احنا لو ابتدينا نصب الألياف دي يبقى هو
تعريفها ببساطة هو تليفات وضيق في القناة الشرجية ناتج عن ترسيب التليفات دي. هو ضيق القناة الشرجية ساعات تصل ان هي تبقى اقل من 3-4 ملي، متوسعش عن كده، بتنزل سرسوب براز، وعشان تقدر تنزله لازم تسيحه، يعني تخليه عامل زي الميه، فلازم يفضل المريض ياخد في ملين في ملين ملين. الملين بيمنع انواع معينه تمنع ان الميه تمتص في البراز في القولون، فبالتالي تخلي الميه ان الميه بتمتص في الجزء الايمن والمستعرض للقولون، الجزء الشمالي يبتدي يتخزن فيه البراز، فتيجي الامتصاص ده يوقف، فبالتالي عدم امتصاص الميه يخلي البراز سائل عامل زي الاسهال، فيبتدي ينزل بيترسب، بيبقى عامل زي التنقيط كده اهوت، يقعد نص يوم 12 ساعه قاعد في الحمام بيحاول يتبرز. الاسباب الرئيسيه بتاعته هما في سببين، يعني طبعا ليهم تالتهم الكرونز، وكرونز انتشر دلوقتي قوي، هنتكلم على كرونز لوحده لانه خطير جدا فيها. لكن السبب الرئيسي طبعا البواسير، مش بواسير نفسها، بواسير ما تعملش ضيق، عمليه البواسير، يعني شوف بقى انا رايح اتعالج من حاجه اخرج من حاجه اسوأ منها، مصيبه عنها، يعني يا ريت الواحد يعيش بالبواسير ما فيهاش مشكله، لكن لو عملت البواسير واتعملت بالذات بالطريقه بتاعت ميلجن مورجان القديمه دهيت دي كارثيه. ايه الطريقه اللي هي ايه بقى؟ ان هو بيخش بيجي عند الميوكوكوتينيوس جانكشن اللي هي الـ الـ الوصله ما بين الجلد والغشاء المخاطي، ويبتدي يقصها بطريقه معينه جراحيه، سواء بالدايثيرمي او سواء بالمقص الجراحي او سواء الليجاشور والحاجات هي دي او الهارمونيكا، الاجهزه اللي بنستخدمها، ويبتدي ايه يخش فيها، بتسيب رو اريا، رو اريا منطقه مش متغطيه، باي كفر. عندك بتلات اماكن، ما احنا بناخد 11 وايه وسبعه اللي هي نقاط معينه بتاعت اللي هي فيها فاحنا لما بناخد النقاط دي ونقصها تلات اماكن دول عريانين، طب هنعمل فيهم ايه؟ لو خيطنا، الخياطه في الحته دي مش كويسه، ان في براز وفي نوع من انواع البكتيريا مشهور جدا اسمه اشريشيا كولاي اللي هو ايكولاي انديميك، عايش في الجلد حتى لو وقفت البراز، هو بورز ما يوقفش الا ان احنا نعمل تحويل للبراز، لكن كبراز يقف نهائي مستحيل، حتى لو وقفت الاكل هيظل في بقايا عماله تنزل لمده اسبوع 10-15 يوم بتنزل، حتى لو الانسان مش على محاليل، حتى مش على محاليل ووقف نهائي ستارفيشن لكن هيبقى فاضل عندنا ايه؟ ان احنا دلوقتي البكتيريا الموجوده هنا ايكولاي، ما ينفعش اخيط والا البكتيريا دي هتيجي على الخيط، هتعملها مشكله او ممكن تكون خراج تحتيها او تعمل لي ناسور، ففي العادي ان هو بيسيبوها مفتوحه فتلتئم بانسجه ليفيه، فساعات تروح مضيقه القناه الشرجيه، وفي ناس تخيطها، ما يجي خيطها الثلاث اماكن تضيق اوريدي لوحدها هي القناه الشرجيه، حتى لو لحمت تخلي القناه الشرجيه تضيق، لان انا شلت ستريب منها وخيطت وشلت ستريب وخيطت وهكذا، فلازم تضيق القناه الشرجيه. فالبواسير هي مصيبتها في بعد العمليه في الضيق، عشان كده الناس هربت منها جدا في موضوع الليزر. الليزر بقى يستخدم على نطاق واسع في علاج البواسير جدا. بس الليزر اللي هو ال 1400 ما ينفعش في بواسير الدرجه الثالثه والرابعه. لازم تاخد 1900، 1900 لسه جديد نازل، ما بقلوش ايام او فترات، شهر او شهرين وقليل اللي جابوه لسه ما زال. لان حجم الوعاء الدموي كبير على ال 1400 فما تقدرش انت تشتغل بيه كويس. والدرجه الاولى والثانيه مش مهم عمايلهم، يعني بشويه علاج وشويه بروتكشن تقدر ان انت يعني تو افويد او يعني تحمي نفسك من مشاكل كتير قوي. طب ما هو هنا يبقى اللي عندهم بس بواسير درجه ثالثه ورابعه، يبقى الافضل في التعامل معاهم اذا كانت العمليه ممكن تؤدي الى ضيق، عملية ميلجن مورجان. بس عندنا عمليات اخرى كتير جدا هايلة. في عمليات اخرى جيده ممتازه بعيدا عن انها تحدث، يعني الامريكان مثلا اشهر حاجه عملوها ايه؟ الرابر باند، اسهل حاجه، بيستول داون، وبيعملوها في العياده
يعني ياما شفت ناس استاذ زلينا واحنا زي صغيرين كان العياده عنده تلاقي طوابير يدي لوكال ويخش هو عامل زي المسدس بيستول كده يخش تك 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 وخلاص ويمشي اللي بعده تك 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 خلاص خلصت البواسير كله مش عاملها بالرابر باند. رابر باند اللي هو المطاط اللي مطاط عباره عن ان هو بيجي على البواسير الرابر المسدس يشفطها يمسكها والبند تروح سقط عنك قفلها بس خلاص على وبعد عارف زي زمان اما يبقى في اي مثلا حسنه كده او بتاع زي شويه يربطوها بشعره الرابر باند هي الشعرايه اللي هتربط بيها بعد 3 4 ايام هتروح واقع البواسير بس خلاص ماتت وقعت والرابر باند هتقع وراها والالتهام حصل فمشهوره الرابر باند يعني هو موجود هنا في مصر بس ما استخدمش هنا في مصر قوي لكن من الطرق في طرق الربط كمان للوريد بتاع البواسير اول ما تربطه الوريد اللي داخل موصل هي كتله من الجلد موصل لها خلاص وتشيل الكتله دي بعد كده تشيلها عادي جدا باي حاجه بالليجاشور تمام اللي هو او بالهارمونيكا بالموجات الصوتيه يعني في طرق كتير جدا نشيل البواسير بعيد عن الجراحه اللي هي بتتعمل ميلجن مورجن دي اسم شخصي ما عدا نوعيه الجراحه اللي احنا شرحناها من شويه دي طيب ده السبب الاول والتاني بقى الاصابه الاصابه بقى في عمليه جراحيه وما اتخيطتش كويس في ولاده وما اتخيطتش كويس في حادثه في ضرب بشومه بحاجه في المنطقه دهيت ادت لايه بسكينه اصيبت المكان دهوت فتؤدي الى التئام خاطئ فالالتهام الخاطئ يؤدي الى تليفات شديده جدا وفوقهم بقى ده كله الكرونز اللي حضرتك اتكلمت عليه مرض المناعي ده بيبقى فيه تليفات نتيجه تفاعل بين الجسم وبعضه ان هو بيتاخد الخلايا الجسم ان هي انتيجين وبيبقى لها انتي بودي بتبقى انتي بودي رياكشن وبيكون تليفات مشكله الكرونز ان هو غير الارسيف كولايتس التقيحات القولونيه تبقى في الغشاء المخاطي بس فما تعملش ضيق الكرونز يخش لغايه العضلات والجدار الخارجي من القولون او من القناه الشرجيه التهاب في كل الطبقات ثلاث طبقات فيليفها الثلاثه فيقفلها ده خطير قوي الكرونز المشكله انه ساعات ما بتشخص يعني في حالات كتير بتوصل لمستويات هو عايز بايوبسي عينه يعني عبال بقى ما المريض بقى يروح يدور على حد فاهم شويه يقول له لا ناخد عينه ده الكرونز ده كمان المريض اللي هو عنده في الامعاء الصغيره اللي هو الكلاسيكي قوي ده طول النهار يعاني من الام رهيبه في بطنه وان هو بطنه فيها انتفاخات ومش عارف يتبرز وبعد كده يجي له دور من الاسهال والدائريه وان هو مش قادر يمسك نفسه واوقات يمنع براز شويه وبطنه تنتفخ وساعات بيصلوا الى انسداد معوي ايه الاعراض اللي تحدث لانسان عنده ضيق في القناه الشرجيه وايه المضاعفات برضو من ضمن الاعراض اللي تحدث عندما تترك الحاله شوف الاعراض ان هو مش عارف يخرج البراز يعني كونسبيشن بس كونسبيشن اللي هو امساك بس امساك مش طبيعي امساك اكتر من الطبيعي يعني البراز موجود كله وخلاص كل حاجه واقفه على الباب بس ما بتخرجش لان المسافه ضيقه جدا نمرة اتنين يبتدي يجيله جروح في المكان تلاقي مكان عمال الغشاء المخاطي مش طبيعي فيبتدي يشقق فيعمل قرح فيه وبعد كده دي القرح دي تبتدي تنزل دم فتلاقي فيه اصابات من النزيف من الدم ودايما عنده في منطقة دي اكلان اتشين كده مش مظبوط المضاعفات اللي بتحصل له بقى طبعا حالة نفسية سيئة جدا نفسيا المريض ده بيبقى مدمر بيبقى نفسيته من أسوأ الأشياء أو التوكسيميا كمان اللي بتحصل في الجسم بتعمل كده لأن قبليها بقى إيه هيحصل تضخم في المستقيم فالمستقيم هيكبر لأنه بقى خزان كبير وبعد كده قولون هيكبر وبعد كده زي ما حضرتك بتقول التوكسيميا نتيجة الامتصاص المستمر لهذه الإيه السموم تبدأ يقعد بقى هو حاسس بإجهاد وحاسس باكتئاب وحاسس تبص تلاقي هو نفسه بيتغير في التصرفات الشخص ده التوكسيميا اللي بتحصل من البراز بتأدي إن المود بيتغير جامد جدا يعني كل اللي عندهم إمساك
وناس كتير جدا في مصر عندهم امساك وشايفاكين ان هو طبيعي. ثلاث واربع ايام بيخش رابع يوم او خامس يوم وبيعتقد انه طبيعي، وهو مستغرب ليه المود بتاعه نيرفسنس، عصبي. وانا من اعتقادي برضو مش على اساس علمي ولكن عن ملحوظه، ان السجاير بتؤدي العصبيه. السجاير تلاقي كل المدخنين عصبيين متوترين، على طول متوترين، متوتر. ففي شيء فيها في المواد اللي موجوده فيها بتؤدي لهذه العصبيه الشديده، مع واحد كمان بقى تخيل عنده امساك، فالقصه صعبه جدا. وهو ده اللي بيؤدي الى تجد ان واحد بينفعل بشكل مبالغ فيه. المريض هيجي هنا قد يكون عنده سبب اخر للامساك غير ضيق القناه الشرجيه، وهنا الواضح ان كلمه امساك هي اللي مسيطره على الاعراض. يس. التشخيص بقى كيف يتم عشان نفرق؟ شوف التشخيص غريب قوي هنا. يعني ما تحتاجش اشعه. يعني التشخيص هنا هتجيب العيان وتعمل له كشف تحت مهدئ او مخدر وتكشف عليه كويس. اول ما هتحط ايدك هتلاقي ان مفيش مكان يعدي فيه. الاول هيستوري كويس، انت عملت ايه؟ جالي اصابه، تاخد تاريخ الاصابه كويس. او هيستوري انت عملت ايه؟ عملت عمليه بواسير من قد ايه؟ من سنتين. بعد العمليه اللي حصل القناه الشرجيه ضاقت شويه في شويه في شويه، وحصل لي والله شويه انفكشن، وحصل لي شويه التهابات في القناه الشرجيه، مما ادت لقيتها عماله يوم عن يوم عماله دي، وشويه شويه مش عارفه اتبرز. او قصة لها علاقة بالكرونز، كان بيجي لي إسهال، وكان بيجي لي تغير في البراز، وبطني كانت مؤلمة و و و و وتيجي تشوف بقى تلاقي الغشاء المخاطي بيبقى هايبريميك قوي، أحمر قوي وملتهب جدا، والتليفات هنا أخذ كل الجدار كله. هنا ده بيبقى محتاج العين بايوبسي، عينة تاخد منه عينة هتلاقيها عينة بالمنظار. خلاص ده قناه شرجيه، انت في الشارع مش محتاج تخش، بتاخدها على طول بحاجه اسمها تروكات بالمسدس كده، مسدس كده بتاخدها وخلاص، وتحطها في العلبه وتتحلل، تجد ان هي عنده الكرونز وبيثبت باثولوجي. وهنا بقى مبقاش في علاج جراحي، علاج دوائي. دوائي بقى هياخد بقى كورتيزون. وبعد كده لو ما خفش بالعلاج الدوائي عندنا مشكله جامده جدا، القناه الشرجيه دي مش نافعه. هتعمل فيها ايه؟ هو زي المصارين اما بيجي في الامعاء الصغيره ويحصل ضيق، بتبتدي المصارين تقفل 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 تضيق وتقفل، يجي له انسداد معوي. اما بنخش ما بنقدرش ان احنا كنا زمان نشيلها، بطلنا نشيلها، بنعمل لها ستركشر بلاستي، نفتحها بالطول ونقفلها بالعرض فنوسعها. نفس الكلام يحصل مع القناه الشرجيه، ان انت تروح شقق القناه الشرجيه، بس قبل ما تشقها تفلقها نصين، اتعامل معاه ان انت تديله علاج للكرونز عشان توقف النشاط اللي ده. وبعد ما تشقها تبقى عارف ان انت لازم تعمل فتحه جانبيه قبليها عشان تبعد البراز عن المنطقه اللي تشغل فيها، وتبقى هتخش في زراعة عضلات، لأن في نسبة من العضلات الموجودة تليفت وانتهت، فبالتالي محتاج عضلة تساعده. غير كده ما فيش حلول أخرى، العملية مش سهلة. طيب احنا هنقف بقى عند العلاج، العلاج عايزين نشرحه للناس بالتفصيل. العلاج العادي بره الكرونز هو بيخش في حاجة اسمها إنوبلاستي، هو إعادة تكوين إن احنا لازم نخش نشيل التليفات دي بجراحة. بجراحة او ملوش علاج غير جراحي. هو كرونز كمان العلاج في الدوائي فيه للكرونز، لكن دي قناه نرجع تاني لو تليفت نهائي خلاص لازم تشيلها، لازم خلاص نتعامل نتعامل معاها، تتشق وتتغير الدنيا، لازم جراحي. ازاي بقى بنعمل اللي هنلاقي في مثلا، لو قلنا مثلا في الضيق اللي هو نتيجه البواسير، التليفات دي لازم تتشال، والغشاء المخاطي اللي بايظ ده جزء منه لازم يتشال، ولازم القناه الشرجيه تشقها لغايه ما توصل للعضله، لان الجزء البلاستيك اللي هو قافل ده، الدايره البلاستيكيه دي لازم تقطعها عشان يجي البراز يوسعها ويفتحها. ومش هتقطعها وتسيبها بس، احنا بنخش زي ما انت شايف كده بايلاند ببريدج، ناخد من الجلد الخارجي لسان ونخش بيه في المكان اللي قطعناه. يعني احنا لما نيجي البلاستيك نقطعه من النص ونوسعه، ففتحت البلاستيك، ونخش ببريدج عشان ما يرجعش يلقم تاني. البريدج او اللسان ده هو اللسان يخش على
المكان فيمنع ان هو يلحم تاني, وفي نفس الوقت يديله مسافه يوسع منها. فيجي المسار زي ما انت شايف كده, هو تمشي الفلو في ده انواع من العمليات اللي هي التكنيكس المختلفه اللي احنا بنقدر نعملها. منها ان احنا ممكن ناخد الفي واي تكنيك, ممكن ان احنا ناخد زي تانج ندخله جوه اللي هي ايلاند ندخلها جوه. دي كلها يعني كيف نقطع او كيف نعيد القناه الشرجيه الى حالتها شبه طبيعيه. كلها اساليب توسيع. شايف الطنج اهو داخل اهو. ده طنج داخل, دي فتحه الشرج, وده اللي متخيط يمين وشمال, ده الطنج, ده اللسان اللي داخل جواه. ميوكس ممبرين يعني. ميوكس ده جلد متاخد من بره, جلد. لان هو في النهايه الميوكس ممبرين بتاع القناه الشرجيه هو جلد. بس نون كراتينايزد. ده هيبقى كراتينايزد اما يخش جوه, هيبقى نون كراتينايزد مع الوقت. هيتحور. هنا الجلد بيتحور في مكان اللي بيزرع فيه. بناخد الجلد منين؟ من المنطقه المحيطه جنب الشرج على طول, نلفه ونخش ونخيط الحته اللي بره. نقفلها. يعني كانها جرح وتخيط. فلاب يعني. فلاب يعني بناخد حته من الجلد ونغير مكانها نحطها عشان روتيشن. روتيشن فلاب. هقف بقى عند كام سؤال مهمين. ما هي الخطا المثير او الذي يدعو الى انه الشخص اللي يخطئه يعني يعاقب عقاب شديد, يرتدي بدله زرقاء؟ جراح طبعا. هي دي هنا السيوزيس دي 90% منها غلطة جراح من البواسير. وال10% الباقي هي مصيبة ان هي جراحة بواسير. خلي بالك برضو العيان بيزهق, بيحصل ايه؟ المريض بيروح يعمل البواسير مرة بالليزر, شوية يلاقيها رجعت, مرة تانية يلاقيها رجعت, مرة تالتة يلاقيها رجعت, زهق. وهو في ناس تبقى مضايقاهم القصة جدا جدا, فعايز يعملها بأي شكل, والمراهم الكريمات مش مريحة. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن ساعات يبقى فيه دبل باثولوجي, يعني هو عنده حاجة تانية هي اللي عاملة له مشكلة الوجع, وهو تشخيصه إن عنده بواسير ومحدش التفت إن مثلا عنده اختناق في العصب أو اختناق بسيط في العصب. فبالتالي عمالين يعالجوا المشاكل, هو متجنن من الوجع ومتخيل ان هو من البواسير وما بيروحش, فهو عايز يشيلها باي شكل, فيروح لاجئ لجراحه, فحد يروح عامل له العمليه اللي بيتقص فيها الملج مورجن, فيروح حاصل له ضيق في القناه الشرجيه, فيخش في منعطف تاني خالص يصل الى ان هو ممكن يعمل فتحه جانبيه. هل هذه العمليه تجرى في مصر بكثره ولا؟ جدا للاسف الشديد. ليه بيعملوا طالما في اسئله؟ الكونسبت مختلف من جراحه عامه. احنا كلنا الام بتاعتنا اللي عشاقها هي الجراحه العامه طبعا. لكن احنا اولاد القولون والشرج. يعني احنا ابناء منهج القولون والشرج. اما من منهج الجراحه العامه في طريقتين تعالج بيهم القلب, ممكن واحد بتاع كارديولوجي, ممكن واحد بتاع انترنال ميديسن. بس ده ليه مفهوم اعتقد مختلف شويه عن المفهوم ده. عندنا برضو في الجراحه العامه المفهوم عن القولون والشرج مختلف عن الجراحه العامه. تمام. هي يعني حضرتك جاوبت بدبلوماسيه, لكن خلينا نكون اكثر صراحه وصرامه, انه السب سبيشاليتي بيفترض تفاصيل اكتر كتير وبيتوقع مشاكل اكتر وبيبقى مور اكتر, يعني محسوك زي ما بيقولوا, او نقدر نقول شكاك خواف اكتر. كل ما تبقى انت متخصص في التخصص اكتر, مثلا لما حضرتك قلت القلب والانترنال ميديسن, الفرق بينهم ان بتاع القلب خواف اكتر. قوي, لانه عرفت اكتر معلوماته, وما بيعالجش كبد, وما بيعالجش سكر, وما بيعالجش مش هو يعني, هو بيعالج بس حته القلب بس. فالآن منها وجوه القلب بقى فيه تخصصات كمان اكتر, قسطره ومش يعني بس بيشتغل حاجه معينه. احنا حتى القولون والشرج داخل فيه علم البرينيولوجي, علم الحوض. وعلم الحوض بقى كمان لوحده علم كبير جدا, وبقى الانفراليفيتور لوحده بقى تخصص, اللي ما تحت الليفيتور ده تخصص, والسوبراليفيتور بقى تخصص تاني. فبقت القصه يعني عماله تكبر, لان جوه قانون شرج ما بقاش تخصص, بقى عده تخصصات.
من النقاط المهمة جدا اللي استفدنا منها النهاردة حاجات لازم تاخدوا بالكم منها. أولها التشخيص المبكر شيء مهم جدا وشيء مهم ووضح لكم جدا النهاردة. يعني لما يكون عندك مرض أنت شاكك أنه هو مرض كرونز اللي هو التهاب التقيحي أو نقدر نقول عليه المناعي في الجهاز الهضمي وبدأت تشخصه بشكل مبكر أنت تتفادى مشاكله العنيفة لأن المرض ده له علاج دوائي أو بيتعالج دوائيا. لما تكون أنت بتتحرك برضو في الهيمورويدز أو في البايلز أو في مشاكل الشرج بشكل مبكر هتستفيد من التقنيات الحديثة اللي هي أقل تداخلا وأقل مشاكل من أي تداخلات أخرى. التحرك المبكر يا جماعة والكشف المبكر وعدم الإهمال وعدم التطنيش وعدم الاعتماد على أساليب علاجية غريبة وغامضة من مصادر برضو مش مسؤولة. يعني لما أروح أنا أدور على علاجي في نصيحة صيدلية الصيدلي مش مسؤول إن هو يشخصك ولا يكتب لك علاج، هو بيديك العلاج اللي الدكتور كتبه لك. لما دور على علاج في صورة كريم محطوط في شريط إعلاني لقناة تحت السلم يبقى أنا بهرج أو كيف بضحك على نفسي. المسألة مش محتاجة لا ثقافة ولا دكتوراه ولا ماجستير عشان تفهم الكلام اللي بنقوله. المسألة بس محتاجة أن أنت تبقى عارف هتروح لمين وتسأل إمتى وتتحرك في التوقيت المناسب إزاي. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور إسماعيل شفيق رئيس قسم جراحات القولون والشرج بكلية الطب جامعة القاهرة أستاذ جراحات القولون والشرج والرائد القدير على مستوى مصر والشرق الأوسط لجراحات الشرج والقولون. نورت وأسعدتنا ودايما بنستفيد من وجودك معنا. يا أخي نورت يا فندم. شكرا. خليكم دايما مع الدكتور.